متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. المحاور التي سنتحدثها خلال هذه النشرة هي استمرار عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية، سخات رعدية من الأمطار في كل من مناطق جازان وعسير والباحة، وأيضا استمرار لدرجات الحرارة المرتفعة في أغلب المناطق. نبدأ نشرتنا كالعادة بتوقع صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار الغيوم الركامية الرعدية الماطرة في عموم سواحل جنوب البحر الأحمر خلال ساعات الصباح، حيث أطلت الأمطار الغزيرة في جزر فرسان، أيضا على سواحل جازان، سواحل عسير، وامتدادا نحو القنفذة، وامتدت حتى منطقة الليث. لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وابتعدت نحو البحر، لكن يتوقع خلال الساعات القادمة أن تعود وتشكل الغيوم الركامية الرعدية في المرتفعات، هذه المرة الجنوبية الغربية. بالحديث عن حالة عدم استقرار الجوي والأمطار المتوقعة في المنطقة الجنوبية الغربية، نستعرض هذه الخريطة لتوضح شدة الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة، حيث لاحظ تركزها في منطقة مرتفعات جازان ومرتفعات عسير خلال الأيام القادمة، حيث تكون الأمطار هناك غزيرة تعمل على فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه. لكن أيضا تشمل الأمطار عموم منطقة جازان وأيضا عموم منطقة عسير، تمتد حتى منطقة نجران، لكن في منطقة نجران تتركز في المنطقة الغربية من هذه المنطقة. تمتد الأمطار نحو أيضا الطائف وأيضا أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الحالي. ننتقل الآن إلى خرائط الأمطار المتوقعة من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس، ولاحظ استمرار السيطرة للأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر، تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بالرعد والبرد، وأيضا الرياح المثيرة للأتربة والغبار خلال هبوب العواصف الرعدية. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء إلى يوم الخميس، لاحظ استمرار لسيطرة الكتلة الهوائية حارة في عموم المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، تعمل على ارتفاع على درجات حرارة أربعينية في عموم تلك المناطق. تكون درجات الحرارة معتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية، لكن تكون حارة في منطقة تهامة مكة، تهامة عسير، تهامة جازان، وأيضا المنطقة الشمالية. نعود الآن إلى الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 30 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، تنخفض قليلا درجات الحرارة يوم الأربعاء تسجل 42 إلى 29، أما يوم الخميس 42 إلى 29 أيضا، ويوم الجمعة تسجل 41 إلى 30 درجة مئوية. في الأخير نستعرض هذا الفيديو، حيث شهدت أجزاء من المملكة العربية السعودية هطولا للأمطار خلال الأيام الماضية، تركزت في جنوب غرب وغرب المملكة. ويظهر هذا الفيديو إعصار قمعي تشكل في منطقة تهامة عسير يوم الجمعة الماضي، والذي التقطه ياسر شرفي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.